انا زهقت خلاص منه وخالته، كل الناس عايشه عيشه احسن مني، ده حتى سامح البواب معايش مراته عيشه احسن مني. انا خلاص انا بقيت عامله زي الشحاتين، لا بقيت عندي شنط ولا جزم ولا بخرج ولا بروح في اي حته، ده حتى اصحابي بتوع المدرسه الجرابيع اللي كنت بسلفهم زمان وانا صغيره دلوقتي كل واحده فيهم قال ايه، كل واحده رايحه شرم متصوره في شرم ومتصوره في الغردقه واللي عندها شغاله واللي معرفش فين، وانا اقعد اتحايل عليه بالساعه علشان بس اجيب علبه اللبن. وانتي تبصي للناس ليه؟ مالك وماله؟ وبعدين هو انتي خدتي بالك دلوقتي بس من الكلام اللي انتي بتقوليه ده؟ مش ده اللي كنتي هتموتي نفسك عليه؟ ونقولك يا هند فوقي لنفسك يا هند، ده راجل عره وفاشل تقولي لا كده برضه يا خالته. هو انا كل ما هقول لكم كده هتروحوا رديني الرد ده؟ حرام عليكم والله، والله العظيم حرام. طب معلش يا حبيبتي معلش، كل شيء اسمه ونصيب. انا خلاص يا خالته حاسه ان انا بقيت وحيده في الدنيا دي، اصل انا بابا كان بيساعدني وماما كمان كانت بتديني فلوس. يا حبيبتي انت حاسه انك وحدانيه عشان مفيش حد بيديكي فلوس؟ لا يعني ما اقصدش الموضوع مش فلوس بس طبعا يعني، بس انا بصراحه اول مره اقعد كده من غير بابا وماما، وبعدين ده انا مش عارفه اكلم ماما في التليفون. هو حد عارف يكلمها؟ عمك رجائي قاعد على بقها 24 ساعه. وبعدين يا خالته رحت ازور بابا المره اللي فاتت حالته صعبه قوي، لا عنده فلوس ولا حد بيسال عليه ولا عنده حتى غيارات، صعب عليا قوي الصراحه. هو اللي عمل في نفسه كده برضه ابويا، وقال ايه كل شويه يسال على ماما، فاكر انه لما هيخرج هيرجعوا لبعض. هند اوعي تقولي له حاجه، اوعي يا هند. لا يا خالته ما تخافيش مش هقول له حاجه طبعا، بس انا مش هسيبه كده ولازم بقى اتصرف وادفع له الفلوس اللي عليه. منين بقى ان شاء الله؟ معرفش ان شاء الله اشحت، بس انا مش هسيب ابويا يموت في السجن. الا هو مش الحاج نصر اللي فوق ده راجل غني؟ بيقولوا. طيب ما ممكن بقى الراجل ده اكيد بيعمل خير، وانا ممكن اكلمه يلم لي فلوس كده من اصحابه الاغنياء، ده احنا لو لمينا 50,000 من كل واحد هنعرف ندفع الفلوس. والله ما انا عارفه اقول لك ايه، انت اتجننتي؟ هتروحي تشحتي من الناس؟ ايه عادي يا خالته، يعني عادي زي ما بيدفعوا للغريمات. غريمات؟ وهو ابوكي زي الغريمات؟ ابوكي عايز النفقه عشان يديها للرقاصه هشك بشك، انما الغريمات دول ستات غلابه اتدينوا عشان يجهزوا ولادهم، اشي تلاجه اشي بوتاجاز 3-4 آلاف جنيه، انما ابوكي عايز 200,000 جنيه. يا خالته هم 100,000 جنيه بس، والباقي شويه شيكات كده وكمبيالات من اللي كان هربان منهم. يا سلام، ومين اللي هيدفع لك بقى كل ده ان شاء الله؟ عايزه تفضحينا في العماره؟ بقول لك ايه، شغلي مخك بقى وفكري لك في فكره ثانيه. يا خالته بقى ما انا معرفش ناس اغنياء في حياتي بقى، انا عايزه بابا وماما.